السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا على أحسن حال. في الطريق إن شاء الله لمباراة المغرب والأرجنتين في إطار الألعاب الأولمبية ديال باريس. المقابلة غتلعب في سان تيتيان. في الطريق لسات التحق بهشام اللي جاي من المغرب وبعمر هنا في سات، ونمشيو إن شاء الله مجموعين في الصباح. تجربة فريدة، أنا ديما المباريات كرة القدم ما تنتبعش بزاف حضوريا، خمسة ولا ستة المباريات ديما أعجب بالتنظيم وبالإطار العام الحماسي حتى هو تيعطي واحد طاقة إيجابية. غدا لاعب المغرب، هذه واحد النقطة إضافية اللي غتحفز للحضور إن شاء الله والعيش هذه التجربة الفريدة. صباح السيامين، ستعمل النشاط الحيوي والبازين هشام وأحسن نشاط بعد ما جينا نسع عمر وعومة تاريخية وهشام. جميل، وتا الأجواء كتساعد على تكون عومة عالمية. هشام المنشط ديال دينامو، المدرب الأول، والله على سي هشام التعليق ديالك الأولي على هاد العومة ديالك وعلى هاد العودة المشرفة ديالك والالتحاق بينا في خصوصية راه اي مجمع لتحق بيرا واحد الديناميه عجيبه، وكنا تنقولوا لك الدينامو ياك هاد السر ديال النشاط راه عجيب جدا. قطعت واحد الطاقه تسمع معنا ما عرفت كيفاش هاد داكشي رباني سي هشام الغزال ديال صراحه. شوف سي عماد امين، واش نقول لك اللي معروف بالهشاشه نشاط الحيوية والهشاشة خارج مع ديما تيكونوا مزيانين. وبغيت نقول لك كنشكر في السي عمر، مرحبا خويا السي عمر. السي عمر استقبلنا وكان من الأوائل البرمجة النشاط الحيوية من 2015 ديال اللحظات الزوينة هنا مع السي هشام. إلا عقلتي في 2016 أول مرة نسكن تما راه 100 متر. ومرحبا بكم اخويا، والفكرة ديال المباراة وحنا في استعداد لها وعيش هذوك الأجواء الحماسية. جميل جدا صراحة، أنتم تعيشوا أفضل مني لأنني دابا نسكن هنا راك عارف الروتين ديال شوية، ولكن صراحة بوجودكم غنعيشوا واحد المباراة جميلة جدا غدا. المنتخب ديال المنتخب الأولمبي مع الأرجنتين كونتر الأرجنتين، وغنتفرجوا فيهم في سان تيتيان. جينا من اللحظة الأولى بعومة وإن شاء الله تكمل بلحظات أخرى زوينة نتقاسموها في الطريق. برمجة استثنائية مع غروب الشمس، نتقاسموا معاهم هذه اللحظات. تحياتي ودام لكم نشاط.